مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، تتابعونا معنا بشكل يومي وحصري على شاشة قناة الأهلي كواليس حصرية لبعثة فريق النادي الأهلي هنا في إمارة العين استعدادا لمباراة السوبر أمام فريق النادي المصري. لكن صباح اليوم التالي لوصول فريق النادي الأهلي حرص الأستاذ غانم الهجري رئيس نادي العين ورئيس المجلس إدارة نادي العين الرياضي على زيارة بعثة فريق النادي الأهلي للإطمئنان على البعثة والإطمئنان على أحوال الفريق. أستاذ غانم الهجري رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي، برحب بك على قناة الأهلي وشرف كبير استضافتك في هذا الحدث من أمام مقر إقامة بعثة فريق النادي الأهلي. أول شيء أرحب بجميع البعثة ونتشرف بوجود نادي بحجم نادي الأهلي في دولة الإمارات وفي مدينة العين خصوصا، ونادي الأهلي المصري ليس غريبا على مدينة العين، هو دائما ما يحظى بالمحبين ووجودهم اليوم معنا إضافة لهذه المدينة. في البداية طبعا استضافة ملعب هزاع بن زايد وتحديدا هو ملعب نادي العين هذا الحدث الكبير مباراة السوبر، والأهلي يلعب على هذا المباراة الملعب للمرة الثانية، كانت المباراة الأولى في العام قبل الماضي. صحيح، اليوم أنا أعتقد الأهلي فرصة يلعب في ملعبه، اليوم هو صاحب الأرض، نتمنى له التوفيق ونتمنى للفريقين التوفيق والخروج بصورة تمثل ما وصلت إليه الكرة المصرية من تقدم. اليوم الكرة المصرية في جميع مكوناتها إن كان على مستوى الأندية أو على مستوى اللاعبين يجدون قدم على المستوى العالمي بوجود لاعب بحجم محمد صلاح يقدم رسالة سفير فوق العادة للكرة المصرية. الأهلي اليوم ووجوده في مدينة العين أعتقد أن إضافة للمدينة، محبين نادي الأهلي كثار في هذه المدينة وأنا أولهم، أنا أهلاوي من الزمن. اليوم وصلنا هنا لنرحب بإخواننا ولنقول لهم عن قيادة دولة الإمارات وشعب دولة الإمارات وكل محب لهذه الوطن أن مرحبا فيكم بين أهلكم وأصحابكم. كيف تتابع فريق الأهلي خلال السنوات الأخيرة، ومتى بدأ اهتمامك بالأهلي ومتابعته ومبارياته وأيضا نجومه السابقين وأبرز لاعبيه؟ طبعا احنا اليوم لما نرى على مجلس إدارة نادي الأهلي الأستاذ الخطيب محمود، يعني احنا من عشرنا وقت الذهبي، فمنها وصار الكل يعني يشعر بانتماء لنادي الأهلي. اليوم الكرة المصرية ونادي الأهلي بالذات كان مصدر للنجوم، أصبحوا أعلام على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم. قيمة الأهلي وجماهيريته في الوطن العربي وتحديدا في الإمارات، بالطبع سنتوقع امتلاء الملعب عن آخره بجماهير الأهلي في ملعب هزاع بن زايد. أعتقد المتابع احنا نتابع بيع التذاكر في بعد ما أعلن عن هذه المباراة، أعتقد أكثر من 7000 تذكرة انباعت في أول الأيام، فهذه مؤشر كبير على حجم الجماهير الموجودة في دولة الإمارات وخصوصا في مدينة العين، وأنا أعتقد أن المباراة ستتحدث عن نفسها وحضورها الجماهيري. من أيضا متابعة فريق العين الإماراتي عموري وأبرز اللاعبين الإماراتيين في هذا النادي العريق الكبير، و نادي العين في الفترات الحالية أيضا كمان تعاقد مع أحدث اللاعبين المصريين حسين الشحات. أنا أتمنى فقط من الجماهير الأهلي ما تزعلش علينا، أن ندري كان الشحات هو أحد الأهداف المطلوبة للنادي الأهلي، ولكن هو ما راحش بعيد، راح من العين اليمين للعين اليسار، راح من الأهلي إلى العين، وإن شاء الله أن يكون جاهز، أن يكون بحجم الأهلي ويقدم مستوى يرضي الجماهير المصرية ويقدم مستوى يوفق اللاعب لاعب مجتهد، متابعينا من فترة استطاع أن يضع اسمه من ضمن أفضل النجوم الموجودين في مصر في المرحلة اللي طافت، ونعتقد أنه بيكون سفير فوق العادة للكرة المصرية في دولة الإمارات. حضرتك مع بعثة النادي الأهلي فور وصولها بالأمس ومتابعتها خلال الأيام القادمة حتى موعد المباراة والمغادرة هنا من إمارة العين. طبعا عناصر البعثة وجميع مكونات البعثة هم ضيوف علينا، ونتمنى أن يكون جميع الأمور، لنتأكد أن جميع الأمور تسير في الأمر السليم ولا ينقصهم شيء.
بشكر حضرتك جدا ودايما موفق وبالتوفيق لنادي العين الاماراتي وبالتوفيق للكره الاماراتيه بشكل عام خلال الفتره القادمه. اشكركم جزيلا وشكرا لكل الشعب المصري ولكل جماهير الاهلي وشكرا على حضوركم. شكرا جزيلا. اهلا اسعد. طبعا في هذه اللحظات كان معنا لقاء هام جدا مع الاستاذ غانم الهجري رئيس مجلس اداره نادي العين الرياضي الاماراتي. حدث مهم جدا استضافه ملعب هزاع بن زايد وملعب نادي العين لمباراه الاهلي في السوبر المصري، لكن بالطبع هي مباراه هامه. جماهير النادي الاهلي متواجده منذ الامس وحتى الساعات الاولى كمان من موعد المباراه خلال ال 48 ساعه القادمه. في هذه اللحظات كنتوا تتابعون طبعا وصول فريق النادي الاهلي لمطعم الفريق هنا داخل فندق الاقامه. هناك فصل تام لمطعم الفريق بعيدا تماما عن كل نزلاء الفندق، لكن في تمام الساعه السادسه سيتحرك الفريق للتدريب في احد الملاعب الفرعيه، ملعب نادي طاحون بن محمد القطاره. وهذا الملعب الذي سيستضيف التدريب الرئيسي لفريق النادي الاهلي قبل تدريب غدا باذن الله على ملعب هزاع بن زايد. تابعونا.